أفادت تقارير إعلامية تونسية عن تفاقم مظاهر تهريب الأبقار إلى الجزائر، وهو ما أثار مخاوف على الأمن الغذائي في البلاد في ظل فقدان المواد الغذائية الأساسية من السوق. وقالت وكالة الأنباء التونسية في اتهام واضح للجزائر إن نسق تهريب الأبقار إلى الجزائر ارتفع بشكل مقلق خلال الأشهر الأخيرة، وخاصة في المدن المتقامة للحدود على غرار جندوبة، حيث تنظم شاحنات قوافل تحمل يوميا أكثر من 250 بقرة وفق مصادر من وزارة الفلاحة التونسية. وتعد أسواق مدن تونس وماطر وبنزرت والكريب وباجة ورأس الجبل وبوسلام أكثر الأسواق المغذية لتنامي هذه الظاهرة، والتي يرتفع نسقها بشكل لافت يومي السبت والأحد من كل أسبوع، إذ يتجاوز سعر البقرة الواحدة في السوق الجزائرية 3000 دينار، حوالي 1000 دولار، في حين يبلغ فقط بضع مئات في تونس وفق التقرير الذي أصدرته وكالة الأنباء التونسية. ويذكر أنه يبلغ طول الحدود بين تونس والجزائر 965 كيلومترا، وتشهد المنطقة الحدودية حركة تجارية كبيرة في الاتجاهين، فضلا عن استخدامها من قبل ملايين السياح الجزائريين القادمين إلى تونس سنوياً.